من ميلانو ينضم إلينا البروفيسور فؤاد قنصو، الأستاذ في كلية الطب بجامعة سان ميرافيلي الإيطالية. أرحب بك معنا. سؤال ختم به زميلنا فاتح التقرير، وهو هل ما هو أخطر من دلتا يعني قادم مع أوميكرون، أم إننا ودعنا الخطر مع دلتا؟ لا أعتقد أن تكون يعني المسألة دراماتيكية كما يصورها البعض، باعتبار أنه حتى متحور دلتا لم يقصر يعني أيضا بالفتك بالأشخاص والبشرية. يعني الدراسات الأولية تقول، والتي وصلت إلى متناول أيدينا، أن متحور أوميكرون عنده عوارض يعني ليست أقوى على صحة الإنسان من عوارض دلتا، يعني هي شبيهة وفي كثير من الأحوال أخف من عوارض دلتا، ولكن طبعا تبقى مسألة يعني قدرة الانتشار والعدوى مرتفعة جدا، وهي فقط يعني مسألة متحور دلتا، وهذا الذي يعني يخاف منه القسم يعني الأكبر من الذين طيب بروفيسور، يدرسون الآن حركة فيما يخص الكورونا. اللقاحات، يعني كانت في البداية الفكرة أنه التطعيم سينقذ البشرية، بعد ذلك لابد من جرعة تعزيز، الآن جرعة تعزيزية ثالثة. إلى أي مدى أو ما هو العدد المفترض للجرعات، على اعتبار أنه يعني الفيروس يتغير يوما عن الآخر، ومع كل تغيير يتحفز العالم ويخاف الناس من التوجه مجددا إلى مراكز اللقاحات، لأنهم كانوا يظنون أنهم ارتاحوا بتلقي جرعة واثنين والآن ثلاثة حتى. أستاذي الكريم، يعني لن ترتاح البشرية ولن يرتاح بال العلماء أمام زحف الكورونا، باعتبار أن القسم الأكبر يعني من العالم من البشر لم يتلقى حتى لقاح واحد ضد كورونا، وهذه مسألة يعني جدا يجب علينا أن نأخذها في عين الاعتبار، باعتبار أنه كلما كانت حركة الفيروس أوسع في دول كثيرة ومن الدول الغير يعني الملقحة، تكون مسألة يعني وجود متحورات أخرى وطفرات جديدة موجودة، وهذه مسألة يعني عادية. لذلك يعني يبقى السلاح الأول والأخير هو تلقي جرعات اللقاحات أيا كانت هذه اللقاحات، لتحديد يعني وتخفيف من مدى فتك هذا الفيروس. بهذا المنطق الدول التي لديها الإمكانيات المادية أو تصنع حتى اللقاح يمكن أن يتجاوز فيها عدد ملقحين 70 و80 وحتى 100%، لكن تبقى المتحورات تأتي من الدول التي لم تتلقى لقاح. ألا يمكن الحديث هنا بهذا المنطق بوضوح عن أنانية لدى الذين يمتلكون اللقاح أو قادرون على شرائه، مقابل ترك البشرية كل مرة وأنفسهم أيضا يعانون من نتائج عدم تلقيح الأقل حظا والأفقر في العالم؟ طبعا هو يعني هي أنانية بكل معنى الكلمة. نحن نعلم أنه يعني في عدة بلدان من دول العالم ما يسمى العالم المتحضر الأول، يعني ألقت جرعات كثيرة كانت قد انتهت مدتها، وأنتم تعلمون أن عدة لقاحات والتي ظهرت منها يعني بعض العوارض الجانبية كانت قد شيطنت في كثير من دول العالم، وهذه كانت كارثة كبرى، باعتبار أنه كان من الممكن أصلا إعطاء الجرعات وأكثر ما تم يعني حفظه في مكان ما إلى الدول التي تحتاجه. العالم منفتح بعضه على البعض، ولا شك أنه كلما كان هناك متحور في أي دولة من دول العالم، إن كان في العالم البعيد أو العالم القريب، ستكون يعني مشكلة وتشكل عائق كبير على كل دول العالم، وهذا ما نراه يوما بعد يوم. طبعا نحن رأينا أن متحور أوميكرون ظهر في جنوب أفريقيا، وظهر في أولا في البلدان التي لديها يعني عدد قليل من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح،
وهو هذا يعني خير دليل على أنه يجب استبعاد الأنانية وإعطاء اللقاحات لكل دول العالم ولكل البشر. أشكرك شكرا جزيلا بروفيسور فؤاد قنصو، والأستاذ في كلية الطب بجامعة سان رافيليا الإيطالية، كنت معنا من ميلانو.